السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم متابعين بكل خير، يا اهلا وسهلا مشاركين الجدد. وصل اليوم تويوتا هايلوكس موديل 2022 فيس ليفت. ابرز التغيرات صارت في شكل الرين جات وفي الشبكة الامامي اصبح مطعم بالكروم، كذلك المراية الجانبية مطعبة بالكروم مقابض الابواب. الدواسة اختلفت زي ما تلاحظون، البحث حساسة خلفية الأضواء LED. شكل السيارة والداخلية طبعا رادار تنبي خروج عن المسار، نقاط عمية كذلك. أصبحت الشاشة تدعم النافيجيشن وأبل وأندرويد كاربلاي. سماعات بنظام JBL، صوت عالي الوضوح من 12 سماعة متكون. كشافة الضباب الايدي ليد نهاري، خط كروم على الابواب، شعار هيلوكس داخلية باللون الاسود، مقاعد جلد، تكييف خلفي. المقود من الخلف السيارة SRX هايلوكس تويوتا. لا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.